من ساعة ما قلت إن أنا هعمل فيديو عن سينت أوف وومن وناس كتير جدا بتقول لي هتقول إيه في الفيديو ده؟ الفيلم ولا فيه حاجة معقدة ولا حاجة غامضة ولا حاجة مش واضحة ولا الكلام ده كله. بالظبط، الفيلم سينما للسينما. مش لازم كل فيديو نعمله يكون عن فيلم مليان إسقاطات ورمزيات ونهايات غير واضحة وأفلام معقدة والكلام ده كله. السينما بتكون أجمل كل ما كانت أبسط. ببساطة السينما عاملة زي السوبر ماركت، مليانة حاجات أشكال وألوان، البسيط والمعقد والتراجيدي والكوميدي، ما فيهمش حاجة وحشة وما فيهمش حاجة غلط. أنت اللي بتختار، أنت النهاردة مزاجك تتفرج على إيه، ولكن كل دول لازم يكونوا محطوطين تحت سقف قاعدة واحدة قلتها قبل كده كتير وهقولها تاني، إن السينما لازم دايما تسيب جواك أثر. اي فيلم مهم تشوفه لازم تكون مركز في المشهد الافتتاحي، لانه بنسبة كبيرة جدا هيكون بيغششك تفاصيل مهمة عن الشخصيات وعن قصة الفيلم. وفيلمنا ما اختلفش كتير عن ده، مخرج الفيلم عمل تترات البداية على لقطات لاماكن مختلفة بكادرات ثابتة. الكادر الثابت ده بيحسسك بفقدان الروح من الصورة وانعدام الحياة، وفجأة بتدب فيها الروح وبتدب فيها الحياة وبتبدأ الكاميرا تتحرك وبيبقى في حياة في المشهد. وده ببساطة اللي عمله تشارلي مع فرانك، لأن فرانك حياته قبل ظهور تشارلي فيها كانت حياة بائسة تماما، وكان شخص بلا روح وعنده هدف واحد بس في حياته وهو الانتحار. بنشوف بعد كده ميزة تانية مهمة جدا وهي تقديم الشخصيات، ودي مشكلة بتواجه أي كاتب سيناريو في الدنيا، إنه إزاي تقدم شخصياتك الرئيسية من غير ما تقع في فخ المشهد الإخباري. علشان كده قرر إنه يعمل مشهد المقابلة الأول واللي فرانك بيسأل فيه تشارلي عن كل حاجة في حياته علشان نعرف طبيعة شخصية تشارلي الدوافع اللي عنده علشان يقبل الوظيفة دي، وكمان علشان نتعرف على طبيعة فرانك القاسية والعنيفة والهجومية جدا. وخد قرار تاني ان هو يحافظ على غموض وكاريزما شخصية فرانك ويبدأ يكشف لنا تفاصيل الشخصية دي بالتدريج، سواء عن طريق الفيزيكال اكشن زي ان هو شخصية عندها كبرياء وكرامة ويرفض ان حد يمسك ايده علشان يسوقه ويوريله الطريق، لا حتى لو كنت انا محتاجك هتبقى بالعكس، انا اللي همسك ايدك مش انت اللي هتمسك ايدي. او بيكشف لنا جانب تاني منه عن طريق الحوار واللي كان منطقي جدا في المشهد بتاعه هو وابن اخوه في الخناقه اللي كانت على السفره، وبنعرف تفاصيل تانيه مهمه جدا عن شخصيه فرانك في سياق درامي مش في مشهد اخباري، والمشهد ده خلينا فاكرينه كويس علشان هنجيله تاني في اخر الفيديو. وفي رايي ان البطل الرئيسي للفيلم ده بعد اداء الباتشينو طبعا هو السيناريو، واللي قدر يصنع شخصيات محتاجه لبعضها وقدر يصنع تناقضات وتحولات في شخصيه فرانك، واللي باينه من اول مشهد انه ازاي مع العنف والهجوم الشديد اللي كان بيتكلم بيه شخصية عندها ذوق موسيقي ويحب يستمتع بالموسيقى، وازاي بنكتشف بعديها كمان مع الوقت انه ازاي بيحب الستات وبيحب التانجو وبيحب الفراري والحاجات دي كلها. Women. What can you say? ومن هنا بقى ننتقل لأداء الباتشينو. مش هندخل بقى في الكلام النمطي بتاع ان هو خد اوسكار عن الفيلم ده وان هو كان عظيم جدا واداؤه كان حلو والكلام الجميل ده كله، لا هنتكلم في تفصيله مهمه جدا في اداء الباتشينو على مدار الفيلم بالكامل. شخصيه فرانك من بدايه الفيلم وهي شخصيه فاقده للروح والاحساس، وبتبقى دايما مستخبيه ورا ستار الاعتزاز بالنفس والكرامه، علشان كده هتلاقي الباتشينو طول الفيلم بالكامل ما رمش بعينه مره واحده، عينه دايما مفتوحه على الاخر الا في بعض اللحظات اللي بيتسلل فيها الاحساس جوه شخصيه فرانك، ساعتها الباتشينو بيبدا يغمض عينه ويرمش بيها. وده بقى بيحصل امتى؟ لما يكون بيعمل حاجه بيحبها مثلا زي ان هو يتكلم عن الستات او يرقص تانجو، او لما يكون بيفكر في النوم اللي هيسبب له بعض الراحه. Wanted to go to sleep forever. والأهم والأعظم مرتين، المرة الأولى لما كان نازل من عند البنت اللي كان سهران معاها وإزاي عينيه كان فيها لمعة من كتر السعادة، والمرة التانية لما كان بيحاول ينتحر وتشارلي كان بيمنعه، والحوار الطويل اللي دار ما بينهم عن الألم وعن الحياة وعن الاستسلام بشكل عام. I'm in the dark!
مايكل كين في كتابه Acting in Film قال جملة مهمة جدا: عندما يتعلق الأمر بفن التمثيل فإن كل شيء يدور حول العيون. علشان كده أنا أكتر مشهد حبيته في الفيلم كله ما كانش مشهد المدرسة، ولا كان مشهد التانجو، ولا كان مشهد الانتحار، ولكن كان مشهد الفيراري، وتحديدا الشوت اللي بيحصل بعد ما الباتشينو بيلف بالعربية وبياخد أول ملف. كمية سعادة وانبهار في عيون الراجل ده، وفي نفس الوقت محافظ على النظرة الحزينة اللي الألم مسببها له. واخيرا الاخراج. والاخراج في الفيلم ده كان فيه ميزه مهمه جدا، هي في العادي ما بتبقاش ميزه، ان هو ما حاولش يخرج عن المالوف او يصعب الدنيا على نفسه او على السيناريو. كان مسخر كل ادواته في خدمه السيناريو واداء الممثلين، وكان محافظ على رتم الفيلم بالكامل علشان يخليك كمشاهد ما تحسش بالملل، وكان مهتم جدا بالرتم التصاعدي للمشاهد لان السيناريو كان مديله مشاهد طويله جدا، وده ممكن يوقع بعض المخرجين في نقطه ان هو عايز يعمل مشاهد طويله او ياخد المشهد كله وان شوت، ولكن هو ما اهتمش بده. كان قراره دايما ان خدمة الدراما في الفيلم أهم من استعراض عضلاتي كمخرج، وتقدر تشوف ده في تترات البداية زي ما قلت في بداية الفيديو، أو في مشهد العشاء اللي كان فيه خناقة ما بين فرانك وما بين ابن أخوه، وإزاي خلى النار جزء أساسي من كل كادر في المشهد ده علشان يبين لك قد إيه المشهد ده بالبلدي كده بيتسوى على نار هادية، وانفعالات الشخصيات بتتسوى على نار هادية علشان لحظة الانفجار اللي كانت في الآخر. ولحد هنا خلص الفيديو. لو عايز تشوف فيديو بيتكلم بالكامل عن تحليل اداء الباتشينو في الفيلم ده هتلاقيه موجود على باز، هينزل هناك يوم الاثنين لو ما كانش النهارده الاثنين يعني. وتابعونا هناك، احنا بننزل كل اسبوع فيديو عن شخصيه سواء مخرج ممثل او شخصيه في فيلم. عملنا هناك احمد زكي، محمود عبد العزيز، نولان، تارانتينو، ديفيد فينشر، ساندرا نشأت، عملنا هناك فيديوهات كتير عن ناس كتير، وكل اسبوع فيديو مختلف. تابعونا هناك وعلى فيسبوك، هتلاقوا لينكات تحت في الديسكربشن. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير لان ده بيساعد جدا، والاهم من كل ده انك انت تقول لي في الكومنتات افضل مشهد بتحبه الالباتشينو في الفيلم ده. وسلام.